اليوم وصفتنا بإذن الله وصفة برعاية ثمار العقيلات، فرح استخدم اليوم بإذن الله بهارات ثمار العقيلات. طبعا ثمار العقيلات معروف إنه محل يجيب ثمار أو خضار القصيم الصحية، وفي نفس الوقت عنده بهاراته الخاصة، وأيضا عنده شغلات قسم للأسر المنتجة من دقوس وشغلات ثانية وأخرى. اليوم بسوي معاكم شاورما بدبس الرمان والسماق، جدا جدا لذيذة وراح تعجبكم الوصفة. على فكرة مقر ثمار العقيلات في الرياض فقط، البهارات أنا موجودة عندي، وبالنسبة للخضار الآن ما عندي، بس لما أحد يروح أخليه يجيب لي أو أوصي إن شاء الله على الأسبوع الجاي يجيبون لي. طيب لأن ثمارهم الخضار حقتهم مرة تجنن. عندي هنا دجاج قطعته بهذا الشكل شرائح مرة رقيقة حق الشاورما، وعندي زبادي، وعندي بقدونس، وأكيد عندي بطاطس ومخلل الشغلات هذه، وعندي دبس الرمان وعصير الليمون والثوم والملح، والبهارات بستخدم السماق وبهار الشاورما والبهارات العثمانية وبس، ما راح أحط عليها أي إضافات، هذه كفيلة إنها تعطيها نكهة رائعة. الآن لوصفتنا، راح نتبلها بعلبة زبادي. ايضا بنحط عصير الليمون، بنحط الملح والثوم، تقريبا فصين ثوم، ودبس الرمان، طبعا اي شيء بنحطه وراء الكواليس. الان للبهارات، راح استخدم البهارات العثمانية ما يقارب مقدار ملعقة صغيرة، وبهارات الشاورما طبعا هذا صحنين تقريبا، فبحط عليهم ملعقة ونص إلى ملعقتين، وبالنسبة للسماق أيضا بحط كمية راهية، أبي لونه يبان، وراح نخلط هذه المكونات ونمسجها مع بعض عدل مدل، ونخليها أطول فترة ممكنة، عادي تسوينها بالليل وبكرة تبينها، بس أقل شيء يعني تستخدمينها أقل شيء ساعتين. هنا ما شاء الله تبارك الله خلاص تبلناها عدل مدل، ريحة التتبيلة تشق الرأس، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المهم الآن راح نخليها ونرجع لها بعدين. طبعا من قبل كنت قايلة لكم عن صوص الجبن اللي شفنا في السوبر ماركت، راح استخدمه اليوم في الوصفة، بحط على البطاطس وبحط على السندوتشات بعد ما تخلص. أنا حطيت طحينة وموية وشوية كمون يعطيها نكهة حلوة، بحط عليها رانش، عاد هذا آخر ما تبقى عندي من الرانش، بس عندي علبة جديدة، يعني خلطة عموما، وبحط عليها مايونيز بالثوم أو مايونيز عادي براحتكم. خلوني أحط لأن قاسة توم طلعتها من الثلاجة. وهذه خلطتنا صارت جاهزة، هذه الخلطة تحطونها بعدين مع الساندويتش مع الدجاج. الحين يلا نروح نقلي أو نحمر الدجاج. هنا ضروري يكون المقلى جدا جدا ساخن، بنحط الدجاج، وأنا سخنته وجاني اتصال شوي غثني فطفيته ورجعت توني سخنته، المفروض يكون ساخن جدا، بس يلا ما هي مشكلة. هذا جبن الشيدر بنات اللي سبق وصورته لكم وقلت لكم عنه، نفس حق المطاعم بالضبط بالضبط، اللي حابة تخفف عاد بشيء تخففه، بس ما يحتاج أي نوع من أنواع التخفيف. هذا هو طبعا، هذا 3 كيلو، فكميته جدا كبيرة أصحاب المشاريع. بنحط منه على البطاطس حقتنا، طبعا هنا بنحركه شوي لحد ما تنشف هذه الموية والسوائل اللي طلعت، بعدين بضيف عليه شوية بقدونس، اللي حابة ضيف بصل ضيف، بس غالبا شاورما الدجاج ما ينفع ضافله، بس عاد انتو ودكم براحتكم، فبنخليه الان نرجع له بعدين. حطيت البطاطس هنا، فبحط عليه من صوص الجبن، بس ما ابي كميه كبيره اللي تنزل، يلا عاد لا تفشليني. ايوه فشلتني، ايوه تمام خلاص، هذا الجبن جاهز، تقدرون تحطونه داخل الساندويتش. ما شاء الله تبارك الله، نشف الماي وبدا شوي يتحمر ويتدمر،
بحط عليه شوي بقدونس لانه في شيء بحطه مع الخبز. اللي حاب يضيف هنا بطاطس بعد ممكن اضيف البطاطس هنا، بس انا بضيفها في الخبز. وخلاص نطفي عليها وتصير جاهزة حشوتنا. الان راح نبدأ بنحط الحشو في الخبيزات حقتنا. طبعا استخدمت خبز التورتيلا، تقدر تستخدمون خبز الصاج. صراحة كنت جايبة خبز صاج بس تأخرت عليه وخرب للأسف. وراح نحط صوص الطحينة، واللي حاب يحط من الصوص اللي من شوي سويته صورته صوص الجبن عادي يحط. وبحط مخلل، وبحط كم من حبة بطاطس، وبحط شوي بقدونس حسب الرغبة أنا أحبها. وراح أبدأ ألفها، بعد كذا نحمصها.